وفتي هو جامين يبغر عثمان أو محمود بور ماذا وأيامان تسي ديرن لوجو صدو ويا دجانا دا يفلة دعار يا دجانا كله هو سيما دا دجما دا عير جابو وحنا وفتي جاني هل كاسي كصدو ويا متحد قمت سلاطين وحجر ديا دوينا كله كواسي عمر كي وفتي قال كاسي سو قرنة وسو قلب يدين عقب تشرك أفجر ديا عيا تلس إدوان لفيلا يو إنه سر رسمي أو قبل وضو دو حدا دعار قلبت كما قال دا عير جابو وقرنة وح هل كاسي كله إسلام ركاسينا هذا لصو دوينا كسوتش diyay madax dhaqameedkii kala duwana ee wafdiga halkaasii ku soo dhaweeyay boqorkii u dambeeyay saakan boqor Ismaan beeshu gaabinayay ba saakan soo gaaray waana halka ku soo dhaweeyay oo madashii saaka fadhiya waxaad baan u naqayna Ismaan Abu Maxamuud Buur madaw iyo wafdigiisa waxaanu kulaan ay ku soo dhawow madashaan ugu shaqaynaya dagaar adiga iyo wafdiga inta kale waxa weeye laguma kala magna halkan bixiida yoonisti gogosha aanu dhignay maanta waa soo dhameystirantay waxa la eegaa waa furitaankii baaragtan hadda waxa soo dhamaaday ergadii shirweynaha bixiida yoonis ayaa soo dhamaaday maanta soo dhamaaday wixii la sugaabo waa furidii ci aanu ku baaqnay weeye gogosha aanu dhignay weeye تي إلهي وأقبلي وي إن شاء الله تعالى بغر كآدي أروح أنا وقام حد علينا يا وعيدا وكده يا هاي مدرشان واحد لقلا يا أون وشددي يو قرن قابدي هاوش الشركة أون بلقلا يا دوان سنا أي كل سلاطين تا كل واقع تونتا ما هاشر سياسة ما هاشر دنا كلا لقى هلا يو وبيش أي تشي يا دي شركة ورسوا تجيبني ورسوا دوين إنه ديارنا وانون هاي هذه هذا نقوم هذا نغينا سودوين تونا كسنة وإرجادي قد دم بيسيء وهو قامنا يبغرك أيام ما أنت صاف قوي وحلاه ما هذا إله هاي بايسكله ماشى لقو قبطي يجوا جم ما أنت يا الله يدتك كسو غيب قري يا خلاف لا أنت هداي تاي سياسة هداي تاي بيرو هداي تاي حسبيه وح خلافة أو كم وغدا هوا يراته مجرو بقر عثمان أو محمود بور مدو أو جب جبدي هالكاسي كادلي أي شيء جاي وشدة السعودية الكيسان يسلك كوايو وحرجينا يا شركني إلى عدو اللي بكفى يدي دونتو بيلو كفى يدي دونان سياسيين تو كفى يدي دونتو عدنا آنو لبكو هين لقوا ضف رح سنان دونو عدو اللي بنا هدي على بلية هاي أي مراد كله هيد كهري دونتو بيشونا wixii ay u qabsatay iyo danahay kala hayd ay ka furi doonaan insha Allah taala si nabadgelyo ah inuu ku dhamaan doono Cabdiraxmaan Axmed Ilaa Star TV magaalada Ceyrgabo.